نظام الدم MN في الإنسان. يخضع هذا النظام لسيادة المشاركة أو المواكبة، يعني الفرد الهجين شو يكون؟ ماكو اختلاط، اثنيناتهم يظهرون سوا، يعني مثل منو؟ مثل ما درسنا هذا الماشية قصيرة القرون، أبيض وأحمر، صار لون غباري، ظهر شعرة حمراء وشعرة بيضة، إذا صفتين موجودة. عنده تزاوج غباري وغباري، يعطينا واحد أحمر ربعهم أحمر وربعهم أبيض ونصفهم غباري، نفس هاي سيادة المواكبة تظهر لنا بالنظام نظام الـ MN في الإنسان. شنو هو هذا النظام؟ هذا عالم لاندشتاينر اكتشف بعض الأفراد مستضد موجود على غشاء كرية الحمراء، مستضد رمز له بالأم، وسوى له طراز وراثي لاندشتاينر أم لاندشتاينر أم، هذا طراز الوراثي لهاي المجموعة. مجموعة ثانية من الأفراد عندهم مو أم، عندهم مستضد ثاني غير نوع رمز له بالN، صار مجموعة دم N. انطاه شنو رمز له؟ L لاندشتاينر، هاي ال L N L N. زين، وهذول اللي ما صار يظهرون بالأفراد من عند تزاوج فرد من الM وحدة من الN أو بالعكس، يعني الأفراد الناتجين يكون MN اللي هما سيادة شنو؟ المشاركة، مثل يعني ماشية قصيرة القرون. حتى نفهمها خاف تجي يعني هذه نفهمها، فرد ذكر أو أنثى مجموعة الدم مالته مستضد M، تزوج وحدة مجموعة مستضد N، جميع أفراد ال يكونوا شنو؟ MN. ما نحط هسه بعدين نحط هذين الطرز الوراثي. إذا واحد من جهال هذول العائلة تزوج وحدة نفس الطراز الوراثي، شنطينا ربع M وربع N والنص MN، نفس هذول. لناخذ هنا السؤال، تزوج رجل ذو مجموعة دم M من امرأة مجموعة دمها N، ما الأفراد الناتجة للجيل الأول؟ بعد احنا نعرف الطراز الوراثي لدم مجموعة دم M، لاندشتاينر ام لاندشتاينر ام، اللي ان ال ان ال ان، واللي يكون هذول الافراد الناتجين من هذول هاي وحده ام وحده ان، بس هذا الاليل ال. اذا هذا الرجل مجموعه ام، هذا الطراز الوراثي مالته، تزوج له وحده من مجموعه ان مستضد ام، وهاي عندها يحتوي غشاء الكره الدم الحمراء مستضد ان، هذا الطراز الوراثي. هاي الأنثى تعطينا كلها LN. عند تكوين الأفراد تنطينا 100% مجموعة MN. وعند بلوغ أحد الأبناء تزوج لأمرأة تماثله بالطراز الوراثي، إذن هذا واحد من ذوي الأفراد الجيل الأول مجموعة MN، هذا واحد من الأولاد، هذا تزوج له وحدة مثله نفس الطراز الوراثي. إذا واحد من أربعة أو ربع مجموعة M، واحد من أربعة مجموعة N، اثنين من أربعة مجموعة MN أو نقول نص،